السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك. حق المسلم أن يفرح في عيد الفطر المبارك بفضل الله جل وعلا الذي وفقه إلى الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك، وهي فرحة تمثل إحدى فرحتين، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك. أخوكم حزة البلوشي.